بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه يوميه لبنى. اليوم ان شاء الله حبيت ندير لكم مسكوتشو 4x9. نحتاج الى 9 ملاعق من الزيت، 9 كويغا سوب دويل، 9 ملاعق من الحليب، 9 كويغا سوب دولي. نحتاج كذلك الى 9 ملاعق من السكر كريستاليزي، 9 كويغا سوب دو سوك كريستاليزي. نحتاج الى 9 كويغا سوب دو فارين، 9 ملاعق من الفارينه. نحتاج كذلك الى ان باكي دو ليفور شيميك، 10 غرام دو ليفور شيميك. نحتاج الى كيس من الخميره الكيميائيه ما يعادل 10 غرامات من الخميره الكيميائيه، ان باكي من سكر فاني، ونحتاج قرصه ملح وزوج حبات بيض. فوالا، نقول لكم فيما بعد ان شاء الله. الان نبدا نخلط بالباتور، نخلط شويه، نخلط قبل شويه البيض باش نبدا نضيف لهم في السكر. الان ندفق 9 ملاعق سكر زائد باكي سكر فاني، نخلط مع بعض. الان بعد ما خلطت مليح السكر مع لافاني مع البيض، الان نضيف الحليب. الحليب كيف 9 ملاعق اكل. الان نضيف الزيت بالعقل، الان بعد ما تخلطوا مليح المكونات تاعنا، نضيف الفارينه، نديرو 9 ملاعق، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. نضيف لها قرصه ملح، نزيد نضيفو باكي لا ليفور تاعنا، ونبداو نخلطو. أنا خيرت هاد المول، جي بوغي اي جي فاريني. خيرت هاد المول صغير باسكو عندي لاماس تاعي صغيرة. دوك ندفقو وندخلو للفور على 180 درجة ان شاء الله، ونعسو حتى يطيب. اتوتالوغ ان شاء الله. بعد ما طاب الكاطو تاعي خليتو حتى برد، خديت 80 غرام من الشوكولا البيضاء، دوبتها في لو بان ماري، حمام مائي. من بعد جي ايطالي سور لو غاتو، جي مي دي بونبون، هادو كيحبوهم الدراري صغار. هاد المسكوتشو تاع زوج حبات بيض كي تكون عائله صغيره. نهدي هاد المسكوتشو الصغير مانياس تاع سطاوالي اللي تسميني ما دوزيام مامون. ان شاء الله نتمنى لها تكون في المستقبل ان غروند باتيسيير، اي جو سري فيير دال ان شاء الله. دوكا نقسم لكم لو غاتو باش تشوفوه كيفاش راهو لداخل. نتبع هاد الامواج هادوما، فوالا.
هاو لو غاتو هاو خرج خفيف لداخل اسفنجي فوالا وفي الاخير نقول لكم الصلاه والسلام على اشرف خلق الله والحمد لله رب العالمين.